ما كانتش لطيفه بالنسبه لنا في السيزون اللي قبل. ده كان بالنسبه لي ان هي حياه وموت يعني. اللعيبه كلها كانت متحمسه، حتى كان باين من وشوش اللعيبه في المباراه. يعني انا ما لعبتش الماتش اللي كان في القاهره، بس باين من واحنا في الاوتيل ان اللعيبه مركزه، واسلوبنا في الماتش ان انت عايز تعمل حاجه، ان عايز تبين للناس. ده اللي انا بتكلم فيه، اللي هو ظروف ماتش، هي ظروف ماتش حصلت عمرها ما تتكرر تاني، عمرها استحاله تتكرر تاني. فده اللي احنا كنا عايزين نوصله للجمهور ونوصله للناس ونثبت نفسينا، ان انت بتدافع عن اسمك وبتدافع عن 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 اسم النادي طبعا في مباراه سان داونز. فانت هنا كنت مركزين جدا ان انت تخلص المباراه من هنا، عشان احنا عارفين الصعوبات اللي هنقابلها هناك من جو وملعب وجمهور. فحبينا ان احنا يعني الحمد لله ربنا وفقنا وخلصنا الماتش من هنا، كنا كسبانين 2-0، قدرت هناك الحمد لله تتعادل برده 1-1. فالموضوع بالنسبه لنا ان احنا خدنا حقنا، وخدنا انك رجعت هيت النادي الاهلي تاني، وانك فهمت الناس ان ده مجرد ماتش. يعني الواحد بيحصل له دروب وكل حاجه، بس الحمد لله قدرنا نرجع هيت النادي الاهلي تاني. فرقه النادي الاهلي من وجهه نظرك حظوظها ايه في انها تحصل على البطوله السنه دي؟